السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أخواني الحضور، أرحب فيكم حضورنا اليوم للستدي جام اللي تختص بالواجهات السحابية الواجهات التطبيقية للواجهات الصحية السحابية. طبعاً I'll start speaking in English because this session is I'm going to explain it in English. So first of all, for you to get the certificate of attendance, you actually need to go to the gcdc.cloud.com and make registration there so you can get the certificate. Once you are registered and fill the feedback at the end, you'll be liable to get a certificate in 3 days' time. So the way to reach the Google Saudi Cloud community is through their website or through their Twitter account. So moving on, I would like to wish everyone who is attending here Ramadan Kareem, and I'll be happy to hold the session for you today. This is a brief about myself. I'll be sharing the presentation slides with you later on, so you'll have access to it. My name is Al-Alawi Ahmed Sami. I graduated with a chemical engineering degree from the University of Birmingham, and you can find me through LinkedIn account through this link, and my email is sumajalil@gmail.com. So moving, so what are the certifications that I achieved to be able to be competent to deliver this session? I've actually achieved certifications such as Google certification TOT, which is training of trainees. I've finished 229 labs taken and 221 completed quests. I've achieved also certification from the Medical University of Taiwan, an online course which is called Artificial Intelligence for Healthcare, Opportunities and Challenges. And finally, I achieved a certification of drug delivery using nanotechnology from the University of Athens. So I'll be showing you these certifications that I got. Okay, so since it's, you guys want to, I'll change to Arabic then. So أول شهادة أنجزتها طبعاً هي شهادة مجال تحليل البيانات التي كانت تعتمد على لغة SQL، وراح نشوف راح كيف نطبق SQL في المحاضرة التدريبية. طبعاً ثاني شهادة اللي هي تدريب متدربين من جوجل أو شهادتين ناعي الفرص والتحديات. طبعاً نرجع للباوربوينت سلايد. الاجندة حقتنا اليوم او الاشياء راح نشرحهم، راح نتكلم في البداية عن كيف نقدر نتعلم مع جوجل، ايش الطرق او المجالات اللي نقدر نتعلم فيها. بعدين راح نشوف شنو هو الابحاث اللي تسويها جوجل في المجال الذكاء الاصطناعي اللي دخل كعام، وايضا المجالات الطبية اللي يبحث فيها جوجل. ايضا راح نناقش بعض المواضيع اللي تختص بال الرعاية الصحية، التحديات والفرص باستخدام الذكاء الصناعي. ورابعاً راح ننتقل إلى الواجهات التطبيقية باستخدام الحوسبة السحابية الصحية. في الأخير راح نتعرف على منصة كويك لابس، وراح نعمل أول لاب في الكويست اللي هو راح نحاول نحلل بيانات المرضى من السجلات الطبية بحيث إن احنا نشوف عن نسبة مرض معينة كيف نعمل لها إدارة. ف شنو أنا أقدر أدخل من جوجل عن طريق جوجل؟ شنو أقدر أدرب حالي فيه؟ شنو الطريقة اللي أقدر أخذها؟ في عدة مجالات متوفرة على المنصة، منها فلاتر، منها جوجل أسيستنت، منها ماشين ليرنينج تعلم الآلة، أو الحوسبة السحابية. فلما إحنا نتكلم عن جوجل، جوجل شركة كبيرة وعالمية، ما في أحد منا ما يعرفها. طبعاً في لينك موجود في السلايد، لما ندخل عليه راح نشوف إيش اللي الأبحاث اللي تسويها جوجل في المجال الصحي. في عدة مجالات، منها الجينات، منها كيف نكتشف إن مريض السكري هل هو راح يصاب بالعمى أو هذه الصورة هنا من كيف إن الآلة تنبأت بوجود المرض في الحالة B، بينما في الحالة A لا يوجد مرض الإصابة بالعمى بسبب السكري. عمل تنبؤات كهذه يساعد المريض في الحصول على العلاجات اللازمة بحيث أن احنا نقوم بمنع
مرض العمى. الحاجة الثانية تستخدم الالجوريثم أو الخوارزميات باكتشاف الأورام السرطانية في سواء على الجلد أو على السكانية، بحيث إن لما نعمل الخوارزميات المعينة هي تقوم تتنبأ بوجود المرض أو عدمه. فطبعاً لما نبدأ بتعريف الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي هو إيش؟ هو الدراسة التي تهتم بعمل شيء مشابه لذكاء الإنسان باستخدام تقنيات الحاسب. طبعاً أمثلة على الذكاء الاصطناعي المستخدمة في الحياة اليومية مثل السيارات ذاتية القيادة، مجال البنوك والأموال، ومجال الرعاية الصحية. طبعاً هنالك أربع تحديات في المجال الصحي حالياً موجودة. أولاً المشاركة بين المريض والدكتور نوعاً ما متجاهل فيها. الحاجة الثانية تركيزهم على الوجود على العلاج أكثر من الوقاية. ثالث حاجة توجد أخطاء طبية. رابع حاجة يسمى one size fits all care، أو أن استخدام سلوب علاج واحد لمرض لنفس المرض لعدة مرضى سواء كان ذكر أو أنثى فالطريقة الواحدة هو مستخدمة. طبعا من أبسط الأمثلة القديمة على استخدام الذكاء في المجال الطبي هو الكمبيوترايزد ECG، أيضا استخدام تقنيات CXR التي تستخدم Artificial برمجيات الذكاء الاصطناعي عساس تحدد الأورام السرطانية اللي فعل الجلد بحيث أن هذه الصور ترسل إلى المختص بالأشعة. طبعاً شو التحديات اللي تواجهنا في القرن 21 التحديات الصحية؟ أولاً العمر، طبعاً لما تزيد عدد السنوات اللي أعمارهم فوق 70 بس الأعمار أكبرهم عدد أعماراً بيصبحون أكثر من الشباب عندنا. أيضاً مرض السكري هذا موجود تحدي من التحديات. التحديات الأخرى الموجودة عندنا أيضاً الأمراض العقلية ومرض الزهايمر مثلاً. طبعاً كيف إحنا طبعاً هذا نشوف كيف في الفيديو هذا راح نشوف كيف تم استخدام الذكاء الاصطناعي لعلاج مشكلة الزهايمر. فهذا الفيديو راح نشغله، هذا موجود. Right as though nobody's watching. Because nobody's watching. Suspense is. Right, I'm going to try and replicate this here. We're off to a great start. I tend to kind of just avoid doing sketching and writing now because it's just, it's not really worth it if you get something like that. Anything you could do that would just make my hand do what I want it to do and yeah, to be able to sign yeah. my name would be an incredible thing. How do we even just begin to help her overcome this particular symptom of her tremors and helping her be able to regain her writing ability, her drawing ability. You know, I don't think we're ever going to get that back 100%. You know, my challenge is it's immense. Someone's made a spoon. It actually counteracts the tremors you get from Parkinson's. So the spoon actually vibrates in opposition to how your hand might be shaking, and it's therefore it is steady. I'm making a very rough prototype. And what this board does is I can connect into it through these wires, these tiny coin cell motors. So these motors will vibrate. Hello. Hi, I'm Alison. It's affecting something. I don't quite know what's happening. Something is going on with it. What this is doing is it's short circuiting whatever feedback loop there is between the brain and the hand that's causing the tremors. I'm on to something, right? I'm on to something.
Jesus Christ. Oh my God. It makes me forget that I have a tremor. I haven't drawn one of them for a long time. I'm so casual about it. Yeah, I'm just going to draw a straight line. I've actually just written my name for like the first time in ages. I can't believe it. Mum, it's called the Emma. Oh, brilliant. It's got my name on it. طبعا زي ما شفنا في الفيديو السابق استخدمت الذكاء الاصطناعي من اجل معالجه مشكله الزهايمر بالمريضه بحيث انها استخدموا الحساسات تستقبل اشارات من الدماغ وتقوم بعمليه عكسها بحيث ان المريضه ما يصيبها مشكله الارتعاش وتقدر تكمل كتابه اسمها. طبعا كيف الذكاء الاصطناعي يقدر يساعدنا بالمشاكل الصحيه؟ اولا من خلال اتممه المهمات بحيث انه يوفر لنا الوقت ويسرع من اداء المهمات. الحاجه الثانيه زيادة عملية الدقة بحيث أن نقدر نساعد المشخص بحيث أن يحصل على نتائج أكثر دقة. أيضا مشاركة المريض ومن خلال الاطلاع على عمليات المراقبة لحالة الصحية، أيضا من خلال عملية التوقعات. طبعا احنا كلنا نعرف في العملية التي نحتاج فيها إلى عملية اكتشاف الدواء تأخذ العملية إلى 5 سنوات، لكن حاليا تتواجد خوارزميات معينة نقوم بعملية إجراها على الحاسب، هذه سهلت عملية اكتشاف الدواء إلى سنة، فهي اختصرت لنا 4 سنوات. هذه من إحدى الفوائد اللي نستخدمها في الذكاء الاصطناعي. أيضا الحين عندنا 10 تقنيات موجودة حاليا بالذكاء الاصطناعي اللي نستخدمها، تلي ميديسن أو الطب من بعيد، سمارت فون أبس، تطبيقات التلفون، الحساسات والأجهزة اللي تنلبس على الأجهزة اللي تنلبس في عمليات التشخيص وعمليات المراقبة عن بعد، أيضا عملية قراءة الجينات، التعرف على اللغات الطبيعية والتعرف على الكلام، أيضا الـ Virtual Reality والـ Augmented Reality. عندنا أيضا معالجة الصور وتفسير الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي. أيضا عندنا الروبوتات كيف نستخدمها في عمليات التأهيل وعمليات العمليات الجراحية. أيضا عمليات التنبؤ زي ما قلنا سابقا مثل التنبؤ بصلاح الدواء أو لا. أيضا عندنا عملية كتابة الجينات. كيف نقدر شنو الأهمية في الذكاء الاصطناعي في التقنيات هذه؟ أولا تساعدنا في المختبرات، تساعدنا في عمليات إيجاد الأدوات لتساعد على التشخيص الطبي وتدريب الباحثين. ايضا سهل عمليه التواصل بين المريض والدكتور، ايضا تجيب لنا نتائج جيده في البحث. طبعا انجازات طبيه حاليا هي مثلا عند القديمه او حاليه مثل الاشعه السينيه، الاكس راي، المضادات الحيويه، الانتي بايوتكس، الام ار اي، المسح التشخيصي باستخدام الاجهزه الام ار اي او سواء سي سكان. طبعا البيانات الضخمه، الذكاء الاصطناعي، انترنت الاشياء. طبعا عندنا مثال هذا من في تايوان مطبق من نظام الصحه في تايوان اسمه ماي هيلث بانك. طبعا هذا النظام يسمح للحاجه اسمها بارتيسيبيتوري ميديسن او المشاركه في عمليه الطبيب بحيث ان المريض يقدر يدخل على الانترنت ويدخل جميع الزيارات للمستشفى، الادويه العلاجات ياخذها، الفيزيولوجيكال داتا مثل عدد ساعات النوم، عدد ساعات الرياضه، بحيث ان السيستم لما يجمع بيانات عنده في القاعده يكون معلومات عنه بحيث انه يقدر يتنبأ بعد 10 سنوات هل هو راح يصاب بمرض معين او لا. طبعا الامراض اللي حاليا يحاول يتنبأ عنها هذا النظام، اولا امراض اللي تصيب الكدني الكليتين او امراض مثلا اللي تتخص بالاورام السرطانيه. طبعا لكن 10 سنوات هذه تعتبر مده طويله في عمليه اكتشاف المريض، احنا نحتاج حاجه من 1 إلى 3 سنوات عشان الشخص يقدر يتخذ اجراء وقائي منه بحيث انه يغير العادات او يغير السلوك او يستخدم ادويه ويلتزم فيها بحيث انها تساعد في العلاج. هذا طبعا مثال مطبق من الـ NHI
إيه في تايوان، وهذا ما تم إنتاج البرنامج من قبل الحكومة الهندية. طبعاً كيف يقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل البيانات والتنبؤ بها؟ نقوم تكون عندنا داتابيس متجمعة فيها البيانات، وتستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي عشان تتنبأ بالعلاج وتشوف حلول المشاكل. طبعاً في مثلاً نقدر نقول أنا هيلث سيستم مثل سيري، بس يختص بالهيلث. هذا يكون يقوم يراقب لنا عدة أجهزة ويجمع لنا البيانات أساس إنه يعطي بيانات للمريض ويتنبأ بالشيء قبل ما يصير عشان يتخذ الإجراءات اللازمة. طبعاً بنتكلم عن شنو الخوارزمية. الخوارزمية هي الطريقة المتبعة لحل المشكلة ما معينة. يعني مثلاً عندنا تركيبة نبغى نركب قطعة معينة، لازم نركبها باتجاهات معينة، فكل جهة نحدد فيها، فهذه تعتبر الخطوات المتبعة لحل المشكلة. طبعاً في المجال الطبي في خوارزميات منتشرة مثل عديد منها، مثل role based inference، probabilistic inference. طبعاً probabilistic inference أو اللي يستخدم معادلة البايزن equation هو الأكثر شائع استخداماً في المجال الطبي. في statistical modeling، الad hoc scores، support vector machines، وتعلم الآلة. طبعاً إحنا نشوف المظلة الكبيرة هذه اللي هي الذكاء الاصطناعي، وتحت المظلة هذه يوجد عندنا أشياء عديدة، منها التعلم الآلة والتعلم العميق. الذكاء الاصطناعي هو قدرة الحاسب أو البرنامج على التصرف كتصرفات الإنسان. طبعاً التعلم الآلة هو جزء من الذكاء الاصطناعي، هو يعتمد على كيف ندرب الآلة بإعطائها بيانات وإعطائها أمثلة. التعلم العميق هو جزء من الذكاء الاصطناعي، لكن يختلف عنه أنه موجود في الارتفيشال نيورال نتوركس أو الشبكات الذكية العصبية أو الكمبيوتشال نيورال نتوركس. فلما تكون عندنا شبكة عصبية نقدر نطلق عليها المصطلح بالديب ليرنينج. طبعاً المشكلة الصحية اللي تكلمنا عليها اللي هو one size fits all care and current healthcare، هذا شو المشكلة فيه؟ إن نتبع نموذج واحد. المشكلة فيه إن إحنا ما نميز بين الجندر سواء ذكر أو أنثى. الحاجة الثانية العلاج بعض الأحيان ما يتخذ بالحسبان أمراض أخرى. يعني كذا مريض مثلا يزور الدكتور يصف له علاج معين، ويكتشف الدكتور إن هالعلاج سبب حساسية للمريض، فالمريض يضطر يرجع للدكتور ثانية عشان يصرف علاج ثاني. طبعا هذا الطريقة المتبعة في العلاج تسبب حاجة أخطاء طبية. طبعا كيف نستخدم احنا الاوجمنتد رياليتي والفيرتشوال رياليتي في العلاج الطبي؟ نقدر ناخذها بحيث ان احنا نعمل فحص الدي ان اي، ونقدر نمشي المريض على البايو ميكرز المسؤولة عن المرض معين، بحيث انه يقدر يشوفها واقعيا، او لما يشوفها واقعيا يكون يعني عنده اتعاظ انه ياخذ العلاجات او يتبعها ويفهم المشكلة اكثر. ايضا هذا النظام يستخدم لتدريب الجراحين على العمليات الجراحية، لان فيه عملية 3 دي حق الاورجنز. طبعا راح نتكلم عن الكلاود هيلث كير اي بي اي. هذا الاي بي اي موجود في جوجل، الاغلب منا يقدر يستعمله ويدخل عليه ويشوفه. طبعا هذا الكلاود هيلث يسمح لنا بمعالجة البيانات على منصة جوجل، ويكون كنقطة اتصال بين النظام والتطبيقات الموجودة على السحابة، بحيث ان احنا يسمح لنا نعمل تعلم آلة، تطوير تطبيقات، تحليل بيانات، وبناء حلول صحية. طبعا عندنا حاجتين موجود نستخدمهم في التطبيق هذا. حاجة اسمها FHIR او Fast Healthcare Interoperability، والحاجة الثانية نستخدم الديكم اللي هي Digital Imaging and Communication in Medicine. طبعا هذا في عدة خواص بيانات يستخدم لنا عشان نتحكم بالبيانات بالأمن حقها ووجودها. ننتقل إلى اللاب. طبعا الشباب راح يرسل لكم رابط الفيدباك على يا ريت الشباب يرسلون رابط التسجيل على اليوتيوب على أساس إن يقدرون يسجلون على المنصة. أنا راح أعمل على الكود البرنامج الكوري حاليا، وراح نشوف كيف
فاول ما نعمل لونش حق اللاب، طبعا هذا اول لاب في الكويست. طبعا كل لاب عندنا وقت معين نحتاج عشان نخلص فيه، فاول حاجه نفتحها هي الجوجل كونسل او عندنا هنا وقت تقدر اللاب قبل ما تبدا فيه، بحيث انك تعرف شنو الخطوات المطلوبه عشان تسويها. طبعا انا نزلت لها تحت هذه النهايه، هو المفروض اللاب يبدا من هنا، تبدا من هنا. طبعا فاول ما فتحنا المنصه نستخدم اليوزر نيم الخاص فينا عشان ندخل فيها. نعمل كوبي الباسورد. نعمل accept حق terms confirmation. طبعا هذا راح نوريكم مثال كيف منصه جوجل عشان لملفات المرضى. اجاب اخ علي. طبعا راح نستخدم البيج كويري. طبعا اول شيء راح نسويه في البدايه راح نتعلم كيف نفعل الاي بي اي سيرفيس الهيلث كير اي بي اي، فنقدر نبحث عنه في السيرش بار هيلث كير كلاود هيلث كير اي بي اي. انيبلينج اللاب فكرته انه يعمل اداره حق حسابات حق ملفات طبيه للمرضى، بحيث ان احنا نبغى نطلب من قاعده البيانات المرضى اللي فيهم مرض السكري ونطلع عددهم يعني. بس لا عده استخدامات ثانيه، في اشياء تستخدم حق التنبؤ. المختبر اللاب اللي راح نعمله اليوم هو يختص باكتشاف بمراجعة الملفات الطبية للمرضى، بحيث ان عارفين ان العملية اليدوية لمراجعة ملف المرضى عملية مستهلكة الوقت والمدة، فهذا خلال اوقات معينة من خلال اجراء كود معين يسهل علينا ايجاد البيانات الخاصة بالمرضى. طبعا الهيلث تم تفعيله، نشوف هنا ديسيبل يعني ان تم تفعيله، فنحتاج بعد ما نفعله نحن نسوي داتا سيت او مجموعة بيانات. عشان نسوي داتا سيت نروح على الهامبرجر منيو ونروح على نشوفها تحت البيانات الضخمه البيج داتا، فنشوف عندنا هنا هيلث كير طيب ان شاء الله لما نفتح المنصه احنا راح نعمل داتا سيت. فاول خطوه نعمل فيها كرييت داتا سيت او عمل مجموعة بيانات، نقوم بتسميتها بالاسم الموجود هنا. الاسم الموجود هنا داتا سيت واحد، والمنطقة يو اس سنترال. طبعا ياخذ وقت على ما يسوي لنا الداتا سيت.
فأول ما نخلص عمل الداتا سيت إيش راح نعمل ثانية بعدها؟ راح نحدد إن إحنا راح نستخدم الـ FHIR والـ ID field راح نعبيه بالاسم FHI Store 1. طبعاً راح نستخدم النسخة الثالثة وهي STU3. وأول ما ننتهي من عمل هذا راح نقدر نضغط على تأكد من التقدم حقي عشان يعطينا النتيجة إن إحنا أكملنا الخطوة السابقة أم لا. فإحنا نتأكد الإنترنت بطيء نوعاً ما فتأخذ وقت وبث مباشر يعني فما أخذ وقت في العملية هذه. فهنا عملنا الداتا سيت هذه اسمها الداتا سيت نضغط عليها نشوف كيف نقدر نضيف الـ FHI Store 1. فنعمل create data store نختار نوعه FHIR والاسم حقه FHI Store 1 طبعا وراح نستخدم الاصدار الثالث هنا. فهنا عملنا الـ FHI Store نتأكد في الأوبريشنز في العمليات إن هل سوينا العملية هذه أو لا. طبعا هنا success العملية تمت ونشيك على التقدم حقنا هل يعطينا النتيجة أو لا. أعطانا 20 يعني أتممنا أول خطوة من اللاب. طبعا الخطوة الثانية راح نفتح الكوماند ويندو مش الكوماند ويندو الكلاود شيل. طبعا الكوماند ويندو في ويندوز في جوجل كلاود بلاتفورم تسمى الكلاود شيل. فنضغط على المربع هذا اللي في علامة أكبر بعدين نضغط على كونتينيو. فهنا فتحنا الكلاود شيل. طبعا هنا الكود عندنا بعرفكم انا على الكود شنو هو محتوى الكود. الكود هنا قاعد يعرف لنا المنطقه اللي استخدمناها سنترال 1 مجموعه البيانات اللي سويناها داتا سيت 1 وايضا الستور اللي سويناه اف اتش اي ستور. طبعا قاعد يسوي لها اكسبورت كلها على الداتا سيت. فعندنا البروجكت اي دي هنا وعندنا هنا رقم البروجكت والفورمات فاليو بالبروجكت نمبر. فنعمل نسخ هنا كوبي نقوم نسوي ران حق الاورد حق الكوماند. فاحنا قمنا عرفنا الاشياء على الداتا سيت. بعد ذا نقوم ندخل الاف اتش اير داتا سيت الى المستودع البيانات اللي سويناها. فنستخدم حاجه اسمها جي كلاود بيتا هيلف كير. فاحنا راح نسوي ايش؟ راح نسوي امبورت في الـ FHI Data Store. فهو هنا هذا راح ناخذها من هنا. هذه موجوده راح ناخذها من مكان ثاني. هذا مكان وجودها بنحطها في الـ FHI Store اللي سويناه احنا. بنعمل كوبي نسوي ران حق الكوماند. طبعا هذه تاخذ وقت شوي عشان تسوي كومبليت. طبعا هنا موجود ان شاء الله راح يعطونكم الشباب بالاخير الرابط حق اللاب. ايضا راح لازم اعطيكم الفورمات تعبونها على اساس تستلمون الشهاده. اخر خمس دقائق راح نستقبل الاسئله مع راح نرسل لكم الروابط. البرنامج هذا مش برنامج, هذا شيء مرفوع على الحوسبة السحابية يسمى منصة جوجل السحابية جوجل كلاود بلاتفورم. هذه تدعم أشياء كثيرة, تدعم البيانات الضخمة, تدعم الإنترنت الأشياء, تدعم الذكاء الصناعي. فلما سوينا الكمبليت راح
نتأكد فنعمل جيستور. طبعا احنا الحين قاعدين نرفع البيانات على ال... على ال... على المستودع اللي سويناه حاليا. شوف الفايلز قاعدين ترفع 7-8. بعد ما نسوي الخطوه هذه راح نتاكد ان الاوبريشنز تمت، فنشوف نتاكد هل تم عمليه نجاح او لا، وبعدين راح ننتقل الى حاجه ثانيه اسمها بيج كويري. طبعا بيج كويري يستخدم لغه اسمها سيكوال او ستراكشر كويري نستخدم اول شيء راح نتاكد بس من ان تم نجاح العمليه او لا اللي عملناها. هذه الداتا سيت هنا، هذه هنا الاوبريشن تم وعملنا امبورت للريسورسز وتم سكسس نجاح. فراح نسوي داتا سيت ثانيه لكن حاليا مش في الهيلث كلاود كير، راح نعملها في البيج كويري. فعشان نعملها في البيج كويري نستخدم الامر هذا بي كيو اللوكيشن حقها في الايست 4 make dataset description حقها HCAPI dataset والبروجكت حقها مع في الداتاسيت اي دي. طبعا حاليا احنا قاعدين نستخدم سامبل، يعني ما راح نستخدم بعدين راح نشوف كيف نستخدم نقدر اكثر من سامبل بيانات عديدة يعني. فطلعنا successful. الحين نستخدم الكلاود شيل على اساس نقدر نتفحص البيانات في ال FHIR store. طبعا عشان الامر اللي راح نستخدمه هذا، فاحنا راح نسوي لما تروحون تطلعون على الدوكيومنتيشن راح تعرفون ايش معنى الكلام هذا. راح احنا نضيف حاجة اسمها editor وراح نضيف Cloud Healthcare right. راح تشوف هنا documentation. في documentation الأشياء مشروحة عن تفاصيل الكود، تقدر تطلع عليها أكثر بحيث إنه تفهم شنو قاعد يصير. هذا Cloud Healthcare موجودة ال documentation والتوثيقات بحيث تشرح كل شيء في الكود موجود. بس إحنا راح نعمل حاجتين الحين. راح نسوي Data Editor، خاصية تعديل البيانات وخاصية مستخدم. فلما نضيف الشغلتين هذه نقوم نسوي لهم اكسبورت للبيانات على المجموعه باستخدام هذا. حاليا احنا راح ما عملنا اي حاجه بالسيكوال، حاليا قاعدين نستخدم الشيل الكلاود شيل. فنعمل كوبي هنا طبعا العمليه هذه تاخذ وقت معين زي السابقه، ونقدر نتاكد في الاوبريشنز لما نعمل ريفرش هنا هل تمت او لا. طبعا نشوف هنا ان قاعد الستاتس رننج، وهذا الاي دي رقم الاي دي حقها، وشنو هي الطريقه المتبعه. اكسبورت عملنا اول شيء كرييت داتا سيت، عملنا الداتا سيت، عملنا امبورت، والحين قاعدين نعمل اكسبورت. طبعا السلايدات اللي راح تكون ان شاء الله في شيربل لينك، وراح نبعث لكم بالاخير ان شاء الله. طبعا نوع السكيما اللي استعملناها هنا اناليتكس، راح نحلل البيانات، مجموعة بيانات عندنا راح نحللها عشان نستخلص نتائج معينة منها. فاحنا لما احنا الحين قاعدين ننتظر على اساس ان نسوي العملية التحليلية هذه، فاحنا ايش راح نسوي؟ راح ننتظر لما العملية الرننج بروسيس سكسس
عشان نتأكد إن هل أتمينا الخطوة الثانية من اللاب أو لا. طبعا لو كان الانترنت اسرع لو شفنا العمليه بشكل اسرع فعذرا على التاخير اللي صاير على المنصه حاليا. فاحنا لما نشوف التشيك بروجرس طبعا هو اكملها هنا يحتاج وقت على ما تنتهي. طبعا الحين راح نبدا بعمليه البحث في بيج كويري. عشان نروح على بيج كويري نكتب هنا بيج كويري ونختار بيج كويري فور جوجل. بيج كويري جو تو بيج كويري هذا البيج كويري هذا اللي يستخدم لغه الاس كيو ال وراح نشوف كيف نستخدمها على اساس ان نحلل بيانات المرضى ونستخلص النتائج المعينه. فنضغط هنا دان. طبعا الحاجه الاولى اللي يبقينا نشوفها نحن نروح على الداتا سيت 1. لما نشوف هنا نشوف الداتا سيت 1 هذه هنا موجوده وبعدين راح اللي هو الالرجنسي توليرنس اللي عندهم تسامح بال. فاحنا راح نشوف الديت البريفيو زي ما هو طالب. نروح للبريفيو سيكشن على اساس نشوف النتائج المعينه اللي نبغاها. عشان نشوف النتائج نروح هذا هنا معلومات المرضى موجودة عندنا والكود حقها. فالحين احنا راح نسوي اد للداتا عشان نحط الداتا اكبر ونقوم عملية تحليلها. طبعا نروح على الداتا سيت الثانيه زي ما هو مذكور هنا ونضغط على ال HCL testing. هذه تحتوي على بيانات اكثر من 20 مريض 20000 مريض. الو عذرا شوي كان فانا ايوه فنروح ل 20 عذرا مشاكل الانترنت موجوده ف فلما نعمل بين بروجكت ناخذ احنا
quick laps. Testing. نعمل لها pen هنا. لما عمل لها pen مفروض ان نشوفها هذه سأتمن عملها. احنا راح نسوي حق ال we're going to analyze the data in the BigQuery. So we're gonna search through these data. يعني راح نبحث في خلال البيانات هذه. عشان نبحث فيها راح ندخل الامر هذا في الامر هذا. طبعا هو هذه select هاي لغه SQL ستار نجمه تعني الكل. من الجدول هذا اختار البيانات هذه واقوم بعمليه ترتيبها باسم الجدول. هذا معنى الكود هنا. فهنا اعطانا النتائج الموجوده في الريزلتس زي ما احنا شايفين حق بيانات المرضى لاكثر من 20,000 مريض. طبعا من هالجدول هذا راح نستخدم الفيلد باث فيو راح نستعرضها لكم. ايضا نستخدم اختيار ستارت يعني الكل من اتش اس ال تيستينج وهذه البيانات الموجوده. وايضا راح نرتبها باسم الجدول مره ثانيه عشان نعمل عمليه فيو. نعمل كومبوز نيو كويري اعمل كويري جديد. طبعا الحين احنا قاعدين نفحص بيانات المرضى اللي هي اكثر من 20,000 حاليا. قاعدين نختارها وننقيها في جدول معين عشان تطلع لنا النتيجه المعينه. طبعا الحين راح ندخل على راح نبحث في البيانات المرضى الموجوده اللي اكثر من 20,000 وراح نستخلص منهم عدد معين من المرضى، المرضى اللي مصابين بالسكري خصوصا يعني من خلال البحث في الملفات الطبيه للمرضى. فهنا زي ما تشوفون انتم الاس كيو ال اكبر نوعا ما لان هنا عندنا راح نختار حق بيانات المريض مثل الاي دي من هذا وراح نقوم بعمليه كروس جوين يعني دم جدولين مع بعض. فلما نروح هذه طبعا الفيو هذا اللي طلعنا عندنا اياهم. هذا نوع البيانات. نوع الداتا هو سترينج ولا استراكت ولا بوليان. بول لما تكون بولين تكون true or false يعني. فنقوم نسوي رن حق الكويري. طبعا حددناها الى 1000 نتيجه وراح نشوف ان هنا من 1 الى 1000 فهذا عندنا عدد النتائج اللي استخدمناها في الكويري حقنا. فنقوم نتاكد من البروجرس. ونحن الحين نبغى نستخلص مرضى معينين لسنه معينه اللي هي من بدايه 2018 الى نهايه 2018. الخاصه بمرضى السكري اللي عندهم نسبتهم اكثر من 9%. فعشان نسوي هذا في عندنا بيجي كويري الاول او الكويري الثاني وهنا مدموجين. فاحنا نقدر نستخدم الكويري الثالث هذا الكامل بحيث يطلع لنا عند النتيجه او نستخدم كل كويري على حد ذاته بحيث ان نستخدم النتيجه. فلما تتعلمون سيكوال لغه السيكوال راح يسهل عليكم فهم البيانات. حاليا احنا نشوف بس نتعرف على الكود وكيف نجري. بالنسبه للتعلم على البرمجه في عده كورسات موجوده مجانيه من شركه جوجل موجوده. لما ندخل على جوجل ديجيتال جراج نشوف نقدر نتعلم فيه كورسات برمجه مجانيه. طبعا طلعت لنا نتيجه هنا حق الكويري لما عملنا له ران. عملنا النتيجه طلع عندنا عدد المرضى اللي من عمرهم من 18 سنه الى 75 سنه عددهم 875 البرسنتج اللي حددناها. كذا نكون كملنا اللاب الاول اللي هو فحصنا فيه السجلات الطبيه للمرضى واستخلصنا منهم عدد المرضى المصابين بالسكري. كذا نكون اتممنا اللاب. لما تتم اللاب تم الاند لاب. ولما تم الاند لاب تكون كذا اتممت جزء من الكويست وتقدر تكمل الكويست كامل. وهذا صلى الله عليه وسلم على رسول الله. وأتمنى نكون أفدكم.
وإذا عندكم أي سؤال إن شاء الله أقدر أجاوب عليه. بس رابط اللينك الشباب يرسلون لكم رابط البرزنتيشن وأعطيهم العافية مع رابط تسجيل اللاب عشان أنا أقدر أسجل اللي يبغى يسجل على اللاب وأتواصل معاكم بحيث إنه يسهل الموضوع عليه. أسوي دخول هنا عشان أسوي لكم شير على البرزنتيشن. طبعا هذا برزنتيشن الشباب بعثوها لكم، طبعا أتمنى أكون خفيف عليكم وإن شاء الله استفدتوا. أي أحد عنده سؤال أو شيء فأنا بانتظاركم. الرابط حق التسجيل لو سمحت. طبعا نشكر مجمع مطوري جوجل السحاب السعودي على تنظيم هذه الدورة التدريبية ومبادرة عطاء الرقمي، وأشكر محمد وعبد الله اللي ساعدونا بالشات على إدارة الإيفنت هذا. في حاجة تقييم شباب لازم، في حاجة عشان تاخذون الشهادة لازم تعملونها اللي هي التقييم. راح يرسل لكم الشباب الرابط التقييم. الله يعطيك العافية عبد الله، ارسل لهم رابط التقييم عشان وإن شاء الله نشوفكم في البداية. لأنه رمضان وبسبب كورونا هذه الدورات على العادة نحن نسويها على 4 ساعات بحيث أن تستفيدون أكثر منها وتكون لايف يعني أونلاين. ما أدري أنا كيف طريقة التواصل، ما أقدر أشوفكم عشان أقدر أشرح لكم أو أحاول أسجلكم، فعذرا عن هذا يعني. طبعا الكويك لابس راح تحصل دخول شهر مجاني لمدة شهر، تقدر تتعلم عليه برمجة من الأول حاجة. طبعا في البداية أنا أنصحكم الجديدين على المنصة أول حاجة يعملونها يروحون على لاب معين اسمه GCP Essentials عشان تتعرف على المنصة شنو فيها، شنو الأشياء البرمجية اللي تستفيد منها. GCP Essentials طبعا هذه اللي جوجل كلاود اسينشلز، هذا انا انصح الجديدين على المنصه يخلصون اول كويست لهم هذا، لان هذا الكويست نوعا ما طبعا اخوي سالك او اختي، الجواب على سالك هو ان في حاجه اسمها اول شيء تقدرون تتدربين على المنصه هذه اللي انا فاتح عليها اللي هي جوجل كلاود كويك لابس. طبعا انا حاليا انا بديت قبل سبع شهور اكملت حاليا. طبعا انا عندي اهتمام بتعلم الاله والذكاء الاصطناعي، ولكن مفيد ان الواحد يثقف روحه في المجالات الثانيه لأن الأشياء بعض الأحيان متداخلة. فأنا هذا الملف حقي أنا أكملت اللابات، أول لاب أكملته اللي هو بتاريخ 4 فبراير 2019، حاليا أكملت عدد 21 كويست. طبعا الفائدة اللي تأخذها لما تسوي لما تكمل اللاب تقدر تسوي شير حق الباج في اللينك في الحساب اللينك حقك، طبعا عشان لما تصير عشان لما يجون الناس اللي يبحثون عن وظائف عمل يشوفونك. طبعا انا راح ادخل على اللينكدين واوريكم كيف ان انا اشاركها باللينكدين. معي عن طريق الايميل اللي حاب يتواصل معي عنده اي سؤال او شيء. طبعا هذه اللابات خلصتها، انا خلصت لاب هنا اقدر احطه هنا واقدر احطه هنا. ف بالنسبة لإيميلي تقدر تتواصل مع اللي حاب يتواصل معي على الإيميل، هو إيميلي هو عبد الله، ممكن تحط لهم إيميلي. الله يعطيك العافية. ولا محمد
اسأل الشباب على منصة تويتر وإن شاء الله هم راح يفيدونك عن الموضوع هذا. أشكرك لكم حضوركم. وطبعاً أنا أتعلم لغة بايثون لأن هي من أسهل اللغات البرمجية التي تتعلمها، ولها تطبيقات عديدة على منصة جوجل والأشياء الثانية مثل الحاسب، مثل رؤية الحاسب ومثال منها إنترنت الأشياء. طبعاً طريقة التسجيل على المنصة في فيديو، المفروض الشباب إذا عندهم الرابط أرسل لكم إياه، طريقة التسجيل على المنصة أو عشان يفيدونكم كيف التسجيل. لغة بايثون، جاوبت أخ علي الجواب على سؤالك، هو لغة بايثون، أنا أستعمل لغة بايثون. استخدمنا لغة سيكوال واستخدمنا أيضا أوامر لينكس موجودة. طبعا لغة سي مفيدة جدا في مجال رؤية الحاسب إلى أختمها، في تطبيقات لها في رؤية الحاسب مثل تكون الابليكيشنز موجودة بلغة السي لكن تستخدم لغة البايثون عشان الانتراكشن، فحلو نتعلم لغة جديدة بالإضافة إلى لغة السي. ما دخلت جربت أبحث، لكن كل مريض تكون بياناته خاصة فيه، يعني لما يدخل على البيانات. طبعاً تقدرون تدخلون على جروب اسمه GCDC مينا، موجود فيها شروح للكويزات وكيف نسوي اللابات اللي هي موجودة على منصة جوجل كلاود بلاتفورم. باقي معكم 5 دقائق، اللي عنده أي سؤال أو استفسار أو يبيني أعيد حاجة أعيدها إن شاء الله. ومشكورين لحضوركم مرة ثانية. في بيانات، في مواقع جديدة، مواقع كثيرة، يعني لما تبحث على medical public open source medical open source data set فنقدر نشوف لما نكتب في جوجل medical open source data set راح نشوف عدة بلوجات وعدة مواقع تعطينا بيانات مفتوحة يعني. فابحث في جوجل عن open data source وراح تشوف فيها بيانات، مثل في حاجة اسمها الـ MRI scans حق التنبؤ عن الجري ماتر في البرين، موجودة اللي هو المادة البيضاء في البرين. تقدر لأن عارفين أنتم إحنا كشخص يبي يتفحص الورم بالدماغ ويقراها من خلال أشعة، هذه عملية مش سهلة جدا. من خلال الخوارزميات، خيارات مفتوحة، يقدر الشخص يعمل عليها ويقدر يستخدم حاجة اسمها حتى نقدر نعمل صور مشابهة للصور الواقعية. ألو، ايوه، ففي الداتا سورس نقدر نحصل فيها. طبعا عذرا انا فكرت اتصال جاني من طبعا في عندنا موقع اسمه البيانات المفتوحه او داتا اوبن داتا، هذا موقع موجود تقدرون تدخلون عليه على اساس تحصلون الاشياء اللي تبونها من مصادر مفتوحه للبيانات.
احنا ورينا الفيديو كيف الويربل ديفايس حق مرض الباركنسون، لكن في خوارزميات معينه تم انشائها من خلال مايكروسوفت في مايكروسوفت ريسيرش، يقولون هي تتنبا بحصول المرض الزهايمر للمرضى من خلال في يعني لو تبحثين في الانترنت عن مايكروسوفت ريسيرش الزهايمر ديزيز راح تشوفين المجال مفتوح عن المرض هذا، ويتكلمون عن بارتيكل كثير وبحوثات موجوده كثيره يعني. لكن بحثي مايكروسوفت ريسيرش الزهايمر ديزيز. هذا الاجابه على دكتور ريم. دكتور ريم الإجابة على سؤالك هذا اللي هو بخصوص الزهايمر ديزيز، شركة مايكروسوفت. أنا الحين فتحت الويب، عندهم كلاود بيست سوليوشنز للعلاجات هذه. بالنسبة لجوجل ريسيرش أنا ما بحثت عن الموضوع، أنا عارف أن جوجل ريسيرش يختص أكثر شيء بالحاجتين هذه اللي هي عملية مرضى السكري اللي يصابون بالعمى بعد مدة معينة، التنبؤ بهذا الموضوع وموضوع الأورام. طبعا باقي دقيقة وننتهي البث، أتمنى أكون في إن شاء الله مستقبلا نسوي دورات تخصص مجال البرمجة إن شاء الله مستقبلا. أشكركم أخواني على الحضور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، وإن شاء الله نتمنى نلتقي معاكم سواء في العالم الافتراضي أو في دورة ثانية لما تكون سويها في الدمام أو في الأحساء إن شاء الله. السلام عليكم ورمضان كريم.